السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان وفي أي مكان راكم تابعوا فينا من خلال الجزائرية الثالثة. هذا عدد جديد من برنامج جزائر خير. هذه المرة راح نتكلموا على موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع نحن نحاول من خلال برنامج جزائر الخير أن نسلط الضوء على الدور نتاع هذه المؤسسات اللي حنتكلموا عليها اليوم، اللي دورها فعال جدا في العمل التطوعي، دور وسائل الإعلام بشتى أنواعها. راح نركزوا على السمعي البصري والعمل اللي رانا نقوم به هنا كجزء من هذا المنظومة الإعلامية كتلفزيون جزائري، الإذاعة الوطنية، بالإضافة إلى عمل المجتمع المدني كيف يستفيد من وسائل الإعلام التي تحاول أن تروج وتثمن دور العمل التطوعي في المجتمع. لهذا الغرض احنا وجهنا دعوة لضيوف، ضيوفنا اليوم هم في هذا المجال يعملون بجد وبكد وبكل ثقة في النفس لترويج لهذا الصورة الجيدة للفعل التطوعي والعمل التطوعي الخيري والتضامني في المجتمع. خلوني في البداية نرحب بالسيدة زهرة بوعزة، وهي معدة ومقدمة برنامج خدمات خيرية من الإذاعة الجزائرية الإذاعة الوطنية القناة أو إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بك سيدتي. مرحبا، السلام شكرا عليكم. على تلبية الدعوة. كذلك يحضر معنا زميلنا من قناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري القناة الخامسة، السيد حمزة سعيد نذير، ومعد ومقدم لبرنامج تضامني خيري فعال على مدى نشأة القناة، قناة القرآن الكريم، وهو يعمل بجد. برنامج اليد العليا هكذا، نعم، اليد العليا خير، نعم. ان شاء الله راح نتعرفوا اكثر على هذا البرنامج من خلال حضوركم معنا. كذلك يحضر معنا السيد عماد الدين بسكري، وهو مسؤول وطني للاعلام بالكشافه الجزائريه الاسلاميه الجزائريه. مرحبا بك. شكرا لك خير. شكرا على تلبيه الدعوه. قبل ما نفصلوا في هذا الموضوع وهو موضوع مهم جدا، احنا لا نلغي اي عمل اعلامي مهما كان عام او خاص او مكتوب، هذا كله يصب في وعاء واحد وهو خدمة المواطن الذي يحتاج لهذا العمل الخيري والتضامني. في البداية خلونا نشوف التقرير اللي قامت به زميلتنا فاطمة بن بريكا ونعودون لي وابقى معنا. تسويق ثقافة المساعدة ودعم العمل الخيري محور ساهم فيه الإعلام المرئي والسمعي والمكتوب لحشد الدعم لمشاريع خيرية وإيصال نداءات المحتاجين. ونظراً لانتشار وسائل الإعلام ووسائط الاتصال، توسع مفهوم البعد الإنساني للعمل الخيري، حيث تلعب هذه المؤسسات حلقة الاتصال بين المتبرع والمحتاج بفتح فضاءات تحتوي المؤسسات الخيرية والجمعيات. شهدت الجزائر عديد البرامج الإعلامية إذاعية وتلفزيونية كدلال الخير واستبقوا الخيرات وبرنامج إحسان وغيرها من عشرات الحصص التي كان لها أثراً إيجابياً في دعم المشاريع الخيرية. العمل التضامني والتطوعي إعلامياً جديراً بالدراسة والتعمق لما له من مسؤولية اجتماعية، ودوره في رعاية وتدعيم النشاطات الجمعوية الخيرية، ولما له من بعد تنموي للقضاء على الفقر والتهميش الاجتماعي، ولأن هذه الرعاية الإعلامية للفعل الخيري تمنح الثقة بين المحسنين والجمعيات، وبالتالي ترسيخ ثقافة تضامنية. اعتبار العمل الخيري إعلامياً فلسفة لبناء مجتمع متضامن والخروج من الصورة النمطية للعمل الخيري كونه واجب صغير ومناسباتي، فالدعوة إلى الشركاء الإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وحتى المواطن لتنمية العمل التطوعي الخيري وتطويره إعلامياً في المجتمع.
إذن كان هذا تقرير من إنجاز زميلتنا فاطمة بن بريكا، هو إطلالة عامة وشاملة حول العمل الإعلامي في هذا المجال، العمل التطوعي. دائما هناك زملاء في هذا المجال في الإذاعة الجزائرية وفي التلفزيون الجزائري بتنوع البرامج التي تعمل من خلال العمل ترويج كما قلت لأحسن صورة للعمل التطوعي والخيري في الجزائر. في البداية رح نبدأ أول سؤال لزميلنا حمزة، بما أنك أنت تعمل في هذا المجال، في مجال الإعلام أولا، ثانيا تقديم برنامج ضحى الصباح، هكذا قلت لي يعني ضحى القناة عفوا، لأنه برنامج صباحي على قناة القرآن، يعني صحح لي، لأنه برنامج اليد العليا يقدمه زميل آخر، زميل طه فرصوص. نعم طه فرصوص، فرصوص، تحية لزميلنا طه فرصوص. أنا حبيت فقط نعرف الآن وجود هذا النوع من البرامج، نعم، هل فعلا يخدم المواطن، يخلق مواطن واعي بأنه هناك جهد مبذول من طرف وسائل الإعلام للترويج لهذا الخير، أو أنه يخلق مواطن اتكالي يعتمد على هذا النوع من البرامج ويبتعد عن تكوين نفسه عمليا؟ نعم، بارك الله فيك أخويا عماد، ومرحبا بالضيوف الكرام. شكرا. إن شاء الله تكون جلسة مباركة حتى نستفيد ونفيد المشاهد الكريم. أولا يجب علينا أن نحلل مصطلحات العمل الخيري عن طريق وسائل الإعلام، لأنه العمل الخيري والزميلة تعمل في مجال الإعلام، لأن حتى لا نغفل جانب الزكاة، جانب مهم في الزكاة، أن إذا روجنا أولا للزكاة كفريضة إسلامية، وفي آخر الإحصائيات صندوق الزكاة يعني يجلب أكثر من 145 مليار دينار، لو وزعت هذه الأموال لمستحقها، وأعتقد أن ولا أتكلم باسم مؤسسة صندوق الزكاة، لكن أعتقد أن مؤسسة صندوق الزكاة لم تحقق ثلث ما هي تصبو إليه بقيمة 145 مليار. لو وزعت هذه الأموال لمستحقها أكيد ستنخفض نسبة المعوزين في المجتمع الجزائري. هذه كنقطة أولى. نقطة ثانية، زكاة الفطر. زكاة الفطر لو نحسب بقيمة 100 دينار على 40 مليون جزائري، ما هي قيمة الأموال التي ستوزع للفقراء؟ لو نتجاوز هذه النقطة، نقطة الزكاة، لأنه نقطة مهمة في المجتمع الجزائري. ثانية، الترويج للعمل الخيري، لأنه العمل الخيري مثلما قلت أن أصبح المحتاج متكلا على ذاك المحسن، لأنه في كل مرة يلجأ إلى وسائل الإعلام، يلجأ إلى الإذاعة الوطنية، يلجأ إلى قناة القرآن، يلجأ إلى القناة الرسمية التلفزة الجزائرية، أو إلى مؤسسة المجتمع المدني. أنا محتاج للمساعدة في لعلاج مرض، أنا محتاج حتى لأن آكل في منزلي، وهذا نقول مكمن الخلل في المجتمع الجزائري، لأننا دائما، وهذه الاستراتيجية، أقول هذه الاستراتيجية الجديدة في قناة القرآن الكريم، أن ننتج ذلك المحتاج المنتج، ذلك المحتاج الذي نفتح له باب الرزق، أن تكون الأرملة المنتجة. لماذا لا نطلق مصطلحات جديدة في المجتمع الجزائري في العمل الخيري، وإن كانت نقول كاين في المجتمع، كاين في أصول ديننا، هي الصدقة الجارية. لماذا نتكلم عن الزكاة؟ لماذا نتكلم عن الصدقة الذي هي ابتسامة فقط؟ لماذا لا نتكلم عن الصدقة الجارية الذي هي عبارة عن أوقاف استثمارية ترجع ريعها إلى المحتاجين؟ لماذا نتكلم نقطة فقط عن، حتى لا يفهم المشاهد أن أتبرع بأرض لفائد مصلحة معينة وتكون هذه قطعة الأرض هي عبارة عن مقبرة، لا، نريد أن تكون قطعة الأرض هي مزرعة حتى يستفيد منها الفقراء. أكيد. هذه أكيد. النقطة اللي أريد، حتى لا يتكل المحتاج. أكيد، هذا جزء من العمل اللي تقوم به قناة القرآن من خلال برامجها التضامنية والخيرية، رح نتعرف عليها أكثر فيما بعد ما شمها السيدة زهرة بوعزة، وأنت مقدمة برنامج ما كاش لي ما يعرفوش من خلال قناة، من إذاعة القرآن الكريم، الإذاعة الجزائرية. كل الناس يسمعوا صوتك من خلال مناشدة المحسنين في التقدم ومساعدة المحتاجين. هل تشوفي أنه هذا يعتبر عمل فقط تتلقي عليه أجر، ولا هو جزء من المواطنة؟ يعني دور الإعلام أنه يخلق جزء من المواطنة باش نحسوا بالآخر من خلال أثير إذاعة الجزائرية في العمل التضامني. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي عماد على الدعوة، وفعلا أبدأ من حيث انتهيت. يعني
هذا يعتبر هو عمل، هذا العمل التطوعي في الإعلام هو عمل نتلقى عليه أجر، ولكن أنا شخصيا أعتبره أيضا عمل يخدم آخرتي بكوني أعمل في إذاعة القرآن الكريم، وأظن أنه يخدم كثيرا المواطن. وأنت تقول يعني ربما نجعل المواطن يصبح اتكالي، إلى حد ما لا أوافق، لأني بكون ربما خصوصية برنامجي الذي يتناول القضايا الصحية للمواطن، أظن أن المواطن الذي أجرته، طبعا أنا أطلب من خلال الملف الذي أطلبه للمريض أطلب كشف الراتب للمواطن. لما المواطن يأتيني بكشف الراتب فيه 18,000 دينار، ثم يطلب منه أن تجرى له عملية جراحية 150 مليون، لا أظن أن هذا المواطن اتكالي، لكن يواجه بواقع لا يستطيع أن يواجهه أظن. وفي هذه الحالة يصبح الإعلام أو العمل التطوعي في الإعلام ضرورية وطنية، ضرورية اجتماعية. فنحن نسد ثغرة، أظن أننا بهذا العمل التطوعي في الإعلام نسد ثغرة كبيرة في هذا المجتمع. فهذا المواطن الذي يطلب منه شراء الدواء الذي يفوق أجرته بكثير، إجراء عملية جراحية التي تفوق أجرته بكثير، أو أي شيء، هذا المعاق مسكين اللي يسكن على ربما على بعد 3 كيلومترات أو 4 كيلومترات من عمله ولا يستطيع أن يتحصل على وسيلة نقل، ثم توفرها له الإذاعة أو التلفاز أو حصص من هذا. أظن أننا نقدم فعلا، نحن إيجابيون فعلا في هذا المجتمع. لا نستطيع أن ننكر إيجابية وفعالية هذه البرامج في الإعلام وفي خدمة المواطن. معليش أنا سؤال دائما يسأل من طرف، ربما احنا نعمل في هذا المجال نعرفه أنه فيه جهد كبير يبذل خاصة من مقدمي، ربما احنا نظهروا على الشاشة عندنا تأثير في الوجه، يعني ملامح الوجه بالتأثر وطلب المساعدة، ربما تلحق للمواطن ولا المشاهد بسرعة، لكن في العمل الإذاعي الناس تعتمد فقط على الصوت. هل هناك عمل أو اجتهاد من خلالك أنت كمذيعة في قناة إذاعة الجزائرية قناة القرآن، فيه اجتهاد على الصوت، يعني نبرة الصوت لتلحق للمستمع أنه يسرع في المساعدة، يعني ما يتباطأش، يعني ولا فقط يعني تكوني على سجيتك أنك تستعملي نبرة صوتك الحقيقية بدون استجداء المستمع للمساعدة؟ أنا يا أخي تلقائية في البرنامج تاعي، تلقائية تامة، يعني حتى أحاول حتى أنقل أجواء الأستوديو للمستمع. نعم، وأحاول أنقل، يعني ربما سمعت البرنامج تاعي، يعني أتعامل بتلقائية واضحة، حتى لما يدخل واحد من الزملاء أقدمه للمستمع، أقول له أرحب بفلان، وربما يكون بركة علينا، والآن ربما تدخل علينا أموال، هكذا يعني كنا تلقائية في التقديم تاعي. أظن أنه فيه خصوصية لإذاعة القرآن الكريم، لأنه ربما المواطن الجزائري شئنا أبينا ذو فطرة دينية يميل إلى الدين، فحين تسمع كلمة قرآن تجد ربما المساعدات تتعاطل. حتى القائمين على القناة عرفوا يخيروا الصوت اللي يلحق للمستمع. لكن هذه حلقة نولي لكم فقط نشبك مع المجتمع المدني. سيد عماد الدين بسكرين، أنت مسؤول وطني مكلف بالإعلام في الكشافة الإسلامية الجزائرية. أولا السؤال، شفت أن هناك عينات وهناك عينات أخرى يعني في المجتمع الجزائري تعمل من خلال وسائل الإعلام على الترويج للعمل التطوعي الخيري، بماذا فادكم الإعلام في مسيرتكم؟ ثم معروفين يعني الكشافة معروفة في العمل التضامني والخيري من منذ نشأتها، بماذا يفيدكم هذا الإعلام السمعي البصري أو المكتوب أو القنوات الخاصة بصفة عامة؟ شكرا لك أخي عماد، بداية نشكركم على الاستضافة. فيما يخص الإعلام، كما تعلمون هو السلطة الرابعة وأكثر تأثير يعني في المجتمع، وأكثر تأثير حتى في جمعيات المجتمع المدني الكثيرة متواجدة على المستوى الوطني. كما تعرف المنظمة الكشافة فيها أكثر من 100,000 كشاف وأكثر من 1200 فوجة على المستوى الوطني. يبارك فيك. الكثير من الأنشطة تقام، لولا الإعلام لما ظهرت. الإعلام مهم جدا، يخلي تنافس حتى ولو ليس داخل المنظمة ولا داخل الأفواج،
حتى الجمعيات أخرى. وأيضا من خلال إبراز بعض الأنشطة المتميزة اللي لازم تظهر يعني وتطفو على السطح، اللي الناس تحمل الأفكار هذه وتمدها وتعطيها بعد أكثر وممكن يبدعون فيها أكثر. نحن بدورنا كمجتمع مدني نشوفوا باللي الإعلام مهم جدا، وليس الإعلام السمعي فقط ولا المرئي فقط، بل المسموع والمقروء والمكتوب. ويعني وحتى الآن حتى التكنولوجيا الحديثة أثرت كثير من جانب المجتمع المدني في إبراز الأنشطة، حتى لأنه ماشي كل الجمعيات نقدر نغطوا لها أنشطتها كلها. أكيد. ممكن أنشطة كبيرة، ممكن أنشطة نوعية، ممكن أنشطة وطنية اللي تمتاز بالوطنية وتعطي أثر كبير. هذه الأنشطة مشات الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشات إلى منتديات. أكيد. مشات إلى مواقع يعني تبرز من خلالها مختلف الأنشطة، وكل ما المجتمع ولا الجمهور الداخلي ولا الخارجي يشوف هذه الأنشطة كل ما تأثر فيه أكثر. أكيد. احنا من عمق المجتمع، واحنا من أبناء الأسر. تشوف الأم تبكي، تشوف الأب يبكي، تشوف الفكرة تاع الأخ تقول هذا، يقول لك هذه نقدر نديرها، هذه حاجة سهلة لا ما نقدرش نديرها. هذا شيء يعني فكرة عماد الدين يعني أشار إلى الإعلام الجديد اللي هو ما يسمى بالإعلام البديل، وسائل التواصل الاجتماعي راح نتكلم عليها لأنها جزء من الإعلام، ووسائل الإعلام الكبيرة يعني تعتمد على هذا النوع من وسائل الإعلام البديلة اللي هي الفيسبوك واليوتيوب وما شابه من المواقع عبر الإنترنت. قبل ما نكملوا حوارنا الآن من خلال هذا الموضوع، راح نشوفوا روبورتاج اللي قامت به زميلتنا حياة سعودي، انتقلت إلى القناة الأولى في برنامج قلوب رحيمة. تحية لزميلتنا سمية اللي نقول لها دائما شكرا على مجهوداتك وكل الطاقم العامل في الإذاعة، بما أنه إذاعتنا الجزائرية هي مدرسة. نشوفوا الروبورتاج ونعودون اليوم، ابقوا معنا. معنا أم آدم، صباح الخير. صباح الخير أخت ثانية، وش راكي لاباس؟ الحمد لله، نقول الحمد لله. وش راهو آدم؟ ذكر مريض شوية جديدة، يعني فقد البصر وفقد الحال. نعم تفضلي. صراخات ونداءات حركت عواطف الجزائريين عبر أثير القناة الأولى، حصة قلوب رحيمة التي تنقل معاناة المحتاجين صباح كل أحد. الإعلام له دور كبير في العمل الخيري، والدليل على هذا برنامج قلوب رحيمة من بين البرامج التضامنية. يعني ربما نقدر نقول أنه برنامج قلوب رحيمة من أقدم البرامج اللي نحاول من خلالها أنه نكون همزة وصل بين شريحة من المجتمع اللي بحاجة ماسة ليد المساعدة، وناس الخير اللي في كثير كثير من الأحيان اللي ربما يحاولوا يقدموا مساعدات وما يجدوش وين يقدموها. فمن خلال هذا الفضاء، من خلال هذا المباشر لفضاء قلوب رحيمة، أننا نكون همزة وصل. ففي حالات يعني لازم توفر فيها شروط، إذا كانت في حالة صحية لابد من ملف طبي، نحاول أن نقدم الحالة على المباشر، ثم نستقبل المكالمات عبر طبعا الهاتف، وهذا طبعا بوجود المخرجة اللي تساعدني في إنجاز هذا العمل الخيري. طبعا فيه كثير من المكالمات، وطبعا المساعدات هذه تكون بين صاحب النداء وبين المحسن. قلوب رحيمة في القناة الأولى تعكس الجانب التضامني للمجتمع، والإعلام عنده دور كبير وكبير بزاف باش يدخل في هذا التضامن في قلوب الناس. تكاتف جهود فريق حصة قلوب رحيمة الإذاعية من جمع للمعلومات والبيانات الصحيحة إلى استقبال للمحسنين وإيصالهم بالمعني بالأمر. سمعت بهذه الحصة اللي تقرب بين المحسن والمحتاج، باش الإنسان يكون يقربهم. هذه الحصة تقرب الإنسان اللي ما عندوش باش يوصل فكرة نداءه، يوصل للمحسن ويكون هو همزة وصل بين الإذاعة والشخص. قلوب الرحيمة في الإذاعات الوطنية باش تلحقني تعاوني على وليدي مع الناس المحسنين، يعطيهم الصحة، عيطوا لي كاع باش يعاونوني. الحمد لله هي حلت لنا الأبواب تاعها،
بحالتنا أبو بدا التحر لينا ولوليداتنا باش يقدروا المحسنين يعاونونا. الحمد لله يا ربي بقدرة ربي وبيبانهم إن شاء الله كل يوم يكونوا مفتوحين إن شاء الله يا ربي يعاونونا أولادنا باش ينوضوا يمشيوا على رجليهم إن شاء الله. إنه نسمعوا أخبار الخير لأنه الأخبار نتاع الخير وال طبعا الكلمات المشجعة تزيد تشجعنا أكثر باش نعمل أكثر ونقولوا دائما إنه الدنيا ما زالت بخير والجزائر بخير برجالها وبنساها. رسالة إعلامية نبيلة حطمت الحواجز الجغرافية والزمنية راسمة بذلك أصول العمل الخيري والتطوع داخل الوطن وخارجه. شكرا لزميلتنا حياة سعودي. للإشارة فقط أنه يوم تسجيل هذا الروبورتاج وتصوير هذا الروبورتاج الفريق التقني اللي تنقل مع زميلتنا حياة سعودي تأثروا بزاف بحالات لزارة البرنامج برنامج قلوب رحيمة لزميلتنا سامية النون. قلها بارك الله فيك وكل العاملين في هذا البرنامج وفي الإذاعة الوطنية. وللأسف كان المفروض يحضر عنا ممثل عن الإذاعة عن برنامج قلوب رحيمة ليتكلم أكثر على هذا العمل. يوسف خليف غاب اليوم لظروف ما ربي يكون في العون إن شاء الله. فقط نروح لحمزة الآن. فكرة العمل التضامني يعني التلفزيون الجزائري يعني له تاريخ في هذا المجال الإذاعة الوطنية والآن ظهر ما يسمى بالإعلام البديل يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي. واللي كان يتكلم في خلال مرور الروبورتاج عماد الدين يعني تكلم عن مصداقية الوسائل الجديدة هذه وظهور الناس عبر شاشات التلفزيون ولا الإذاعة تعطيهم أكثر مصداقية. هل الاعتماد عليها يعني كإعلام بديل يعني هو ظاهرة صحية أو أنه خلت الناس يعني شوية تتلاعب بمصداقية هذا الأمر الأمر التضامني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو أخي عماد لا يمكننا أن نغفل جانب شبكة التواصل الاجتماعي. أكيد. هو هي قناة أو إعلام بديل لا مفر منه في وقتنا الراهن. لكن عندما نتكلم عن المصداقية يجب أن نضع عدة خطوط عريضة على شبكة التواصل الاجتماعي. لأن مثل ما تقول الحكمة الأذن تعشق قبل العين أحيانا عندما نسمع الإذاعة. وإذا كانت الصورة أبلغ تعبير من الكلمة عندما نشاهد التلفزة يعني بجميع قنواتها. لكن عندما يدخل المتحيلون في بين الميم والصاد في المصداقية ستفقد كثير من الصداقات. هنا هذا هو المكان الخلل لأنه صداقات راح تروح لنا بزاف. هذا هو المشكل. وهنا يدخل عامل مهم هو عامل تكوين الصحفي الذي يعمل في شبكة التواصل الاجتماعي أو في التلفزة أو في الإذاعة. لأنه عملية التكوين مثلما مطالب الجمعيات بتكوين أفراد الجمعيات كيف يستقطبون أكثر عدد من المحسنين حتى من المحسنين أقول حتى الصحفي عليه بإنجاز الروبورتاج عندما يكون إبداعيا ذاك الروبورتاج كيف ينقل معاناة ذاك المحتاج إلى عيني وأذن المستمع وخصوصا الإذاعة لأنه الإذاعة فيه جانب سمعي فقط وتختلف أوقات المشاهدة أوقات الذروة. إذاعة تكون عندها وقت والتلفزة عندها وقت لكن شبكة التواصل الاجتماعي ليس هناك وقت في أي وقت وتيرة سريعة ومتواصلة متواصلة يعني. حتى بعض الأحيان حتى المشاهدة عبر التلفاز أصبحت مملة يعني عندما نقول لأنه شبكة التواصل الاجتماعي دخلت إلى اليد الواحدة عندما نشاهد في التلفاز يجب أن نركز بعقولنا بأعيوننا واعتمدت على الاختصار يعني الاختصار الشيء اللي مطلوب أكيد. الآن فعلا في هذا الوقت الوتيرة لذلك الآن نوعية البرامج الآن اللي تعتمد على السرعة في وتيرة سريعة في تقديم محتواها. نروح لك سيدة زهرة الآن خدمات خيرية الناس تسمعها وناس تتشارك يعني بقوة وفاعلية يعني مش المستي عند المواطن من خلال العمل في هذا المجال العمل التضامني والخيري كما قلتي أي شيء يرتبط بالدين فتلقى المستمع الجزائري يسرع لفعل الخيرات. وش المستيها عن المواطن؟ كيفاش المستيها أنت من خلال الإذاعة الجزائرية من إذاعة القرآن من خلال برنامج خدمات خيرية؟ نعم شكرا لكن إذا سمحت لي عندي تعقيب صغير على ما قال حمزة. أظن أن وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن يعني نتحدث عنها بمستوياتها. فالإذاعة
لا يمكن استغناء عنها. أكيد. لأن الإذاعة هي عبارة عن جهاز صغير أضع له بطارية وأستعمله في أقصى في أعالي الجبال. لا حتى موجودة في هواتفنا الآن. وفي أدغال الصحراء. يعني هذا إذا كان لأنه أنا ننطلق من الجزائر العميقة. أكيد. فيه أخي من لا يملك الهاتف. إذا المذياع يستعمله الذي في الجبال والذي في الصحراء. ثم بعد ذلك يأتي التلفاز. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي على الرغم اكتساحها للساحة وعلى رغم أهميتها لكن تبقى ربما رهينة طبقة معينة وشريحة معينة. يعني حتى بالنسبة بالنسبة للبرنامج اللي تقدميه أنت لا تعتمدين على هذا النوع من الإعلام البديل؟ لا أعتمد على هذا ولكن من خلال دراسة ملفات الحالات اللي تجيك يعني ما وش كان ردة الفعل تاع المواطن لما يسمع وكيفاش يقوم بتلبية النداء من خلال البرنامج يعني أنه لمستيها عند المواطن وش كيفاش شفتيها أنت هي؟ هنا تحدث عن مواطن عن نوعين من مواطن مواطن محتاج ومواطن محسن. أكيد. بالنسبة للمحتاج يطرق إذاعة القرآن الكريم كما يطرق كل أبواب الإعلام لأنه محتاج لأنه فقير. بالنسبة لنا لدينا حددنا الإطار الذي نقبل فيه هذا ما هو الإطار اللي نقبل فيه طلب هذا المحتاج. حددنا ملف لا أقول نقوم بتحقيق لأن ذلك غير ممكن ولكن على الأقل حددنا ملف حاولنا من خلاله أن نضبط الأمور على الأقل إلى حوالي 80% أو 90% لا أقول أننا نضبطها إلى 100% كاين نسبة هذا بالنسبة للمحتاج فإذا طرق الباب وتوفرت الشروط نقدم على بركة الله ملفه ثم يأتي المواطن الثاني الذي هو نحن نربط بينه وبين هذا المواطن المساعد المواطن المحسن وهذا يعتبر عمود فقري لحصتنا لأن أكيد. لولا المحسن لما وجد البرنامج سنغلق البرنامج نعم صح. فبالنسبة لنا الحمد لله رب العالمين يعني كل من طرق إذا برنامج إذا خدمات خيرية في إذاعة القرآن الكريم إلا ولبيت حاجته بإذن الله ثم بفضل المحسنين أكيد هما أسباب يعني بارك الله فيك سيدة زهرة أبو عزان نروح عماد الدين الآن في من خلال البرنامج كنا نشوفه الروبورتاج في نفس الوقت وانت طرقت لي فكرة الإعلام البديل وقلت بأنه التلفزيون والإذاعة عندهم مصداقية أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي في ماذا تراها أنت كيفاش يعني في رأيك أنت أخي عماد في حق الأمر أنه نشوف الكثير من الأعمال الخيرية على مستوى الوطني ممكن يكونوا على مستوى الإذاعة أو التلفزيون وممكن يكونوا عبر وسائط التواصل الاجتماعي الموجودة فيسبوك أو غيرها من الوسائط لكن من الملاحظ يعني ومن خلال تقييمنا وتحليلنا لبعض المظاهر والظواهر الموجودة عبر هذا وسائل التواصل الاجتماعي أنه أكثر هناك الكثير من الصفحات بدون مصداقية من خلال حتى التسمية تلقى ناس الخير تلقى دعم المحتاج تلقى الكثير من المصطلحات الميلية اللي تخلي المواطن يكون ما يعني عنده ميول ورغبة في الدعم لكن أصبح المواطن متخوف الآن متخوف أنه يقدم إحسان وما يوصلش لأهل الإحسان من خلال هذه الصفحات أكيد 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 لا أتكلم عن الجمعيات يعني الكبيرة الحمد لله عندها مصداقية قديمة كالمنظمة الكشافة اللي عندها 82 سنة من الوجود في الجزائر الحمد لله والدعم تاع المصداقية يأتي بالصورة والصوت مهم جدا لأنه تقريبا مختلف الأنشطة اللي تقوم بها الكشافة الإسلامية الجزائرية واللي مشكور التلفزيون الجزائري وباقي القنوات اللي راهم يغطوا الأنشطة الداعمة والتضامنية والتطوعية الموجودة على المستوى الوطني هي اللي تعطيك دفع معنوي باه تقدم أكثر هي اللي تعطيك مصداقية عند المجتمع الجزائري لأنه تعطيها صورة حقيقية كما نقولوا القناة الرسمية قناة التلفزيون الجزائري ولا قنوات اخرى تعطي يعني بالصوره والصوت كل الرساله يعني بدون تعليق يعني أكيد. الصوره احسن من يعني ابلغ من صح. من الكتاب من يعني بالاشاره فقط انه عماد الدين بسكرين انت خريج جامعه الاعلام والاتصال يعني انت اعلامي يعني بالتكوين وقت تعمل في هذا المجال اكيد احنا نولي لك فيما بعد ما نشوف هذا الريبورتاج من انجاز زميلتنا فاطمه بن بريكا اللي تنقلت الى قناه القران التلفزيون الجزائري باش نتعرفوا على البرامج اللي تعتمد في محتواها ومضمونها على العمل التطوعي نشوفوا هذا الريبورتاج ونعاودوا له اليوم قوموا معنا
فتحت قناة القرآن الكريم منذ تأسست فضاء مهما وحيزا كبيرا في تفعيل سبل الخير والعمل التضامني من خلال شبكة برامجية تشمل حصصا تثقيفية تحسيسية وتوعوية. فإذا كانت في الدولة هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة رابعة هي سلطة الإعلام، فالعمل الخيري مع الإعلام هو سلطة أخرى يدخل في اقتصاديات البلدان ويدخل في تنميتها. هي أن للإعلام دور تعريفي بالخير وحدة، ثانيا دور توجيهي للمشاهد الكريم، ثالثا دور تحسيسي للمجتمع. حيث كرست عديد البرامج للرعاية الإعلامية للتضامن وفعل الخير على غرار فاستبقوا الخيرات والصلح خير. وقناة القرآن الكريم منذ نشأتها كادت أن تسمى قناة الخير، فهي قد كيفت بعض البرامج وخصصت حيزا زمنيا في شبكتها البرامجية للفعل الخيري، وهي على هذا الدرب منذ انطلاقتها إلى يومنا هذا. خلال هذه الشبكة البرامجية على سبيل الذكر كيفت كل برامج يوم الاثنين، يعني يوم في الأسبوع خصصته لكافة برامج الخير. واليوم وببرامج يوم الاثنين من كل أسبوع يسعى القائمون على القناة على تثمين العمل التضامني والارتقاء به كونه أساسيا في ترقية وتطوير المجتمع والربط بين المحسن والمحتاج. تعمل قناة القرآن جاهدة من خلال الخطوط العريضة التي سطرتها إلى الارتقاء بالفعل الخيري وعدم حصره في أنشطة مناسبتية أو فعل معين لذاته، وأن نأخذ بيد هذا المحسن لكي يعرف مشارب الخير المتنوعة، ليس الخير المادي فقط. هذا المنطلق نحاول أن نراقب، نحاول أن نلفت النظر، نحاول أن نبني ثقافة خير فعالة. ضحى القناة مفاتيح واليد العليا هي فضاءة تفتح المجال أمام جميع الفاعلين في المجتمع لتطوير التضامن والخير في أرقى صوره. إذن كان هذا الروبورتاج من إنجاز زميلتنا فاطمة من بريكة التي نقلت إلى قناة الخير، وأحسن ممثل عن قناة الخير قناة القرآن للتلفزيون الجزائري القناة الخامسة هو حمزة سعيد نذير. الآن عمل اليومي يتطلب بحث، يتطلب تدقيق، يتطلب تفهم للمحتاج، يتطلب تفهم كذلك للمساعد. الآن كما ذكرنا أنه وتيرة الإعلام الآن تسارعت، والمشاهد أو المستمع ولا يعتمد على الملموس، يحب الشيء الملموس. يعني بالإضافة إلى العمل التحسيسي لهذا البرامج، العمل الفعال، في ماذا يتمثل العمل الفعال والملموس بالنسبة للقنوات، بالنسبة للبرامج اللي شفناها في قناة القرآن من الجانب التطوعي الخيري؟ أريد أولا أن نشرح فكرة العمل الخيري في قناة القرآن الكريم في هذا الموسم أولا، لأنه مثل ما قلت هذا المحتاج تغيرت وأصبح بين قوسين نقول، وإن تحفظت الأستاذة على الكلمة اتكالي، لكن أريد أن نرتقي بالمحتاج لكي لا يكون محتاجا، وإن نعرف الظروف الجزائرية كلنا أبناء الوطن الواحد، لكن نريد أن نغير من مفاهيم الصدقة في الجزائر، وهذا هو منطلق قناة القرآن الكريم في شبكة البرامج الجديدة، أو هذا هو الاستراتيجية الجديدة في قناة القرآن الكريم على مدى عقد. ونحن نتكلم عن محتاج يحتاج إلى مواد مالية، أقول موارد مالية لإعالة نفسه، لكن لماذا لا نتكلم عن صدقة بديلة مثل ما كنا نتكلم عن الإعلام البديل، هذا الجانب الربحي فقط، بدلا لا نتكلم عن آفاق مستقبلية في فعل الخير، أين هي أوقاف المسلمين على مدى القرون التي كانت فيها الربح للمحتاج؟ لا نقول الربح للمحسن، إذا كانت هذه الصدقة التي يمدها المحسن، لماذا لا نتكلم عن مستشفيات خيرية في الجزائر؟ وإن كان نسعى لدعمه ماليا حتى يذهب إلى خارج الوطن، لا، هناك مستشفيات، لماذا لا ننتج مستشفيات وقفية في الجزائر يعود ريعها إلى المحتاج ومنها يستطب في هذه المؤسسات؟ لماذا نتكلم عن جامعات وقفية في الجزائر؟ هذا هو الخير، هذه هي أصول الخير. حتى الأموال الجامعة الوقفية أكبر وأعرق الجامعات في العالم
هي وقفية صح. لماذا نتكلم عن مستشفيات وقفية ومستشفيات خيرية في الجزائر تراعي الملف الطبي التي كانت تتكلم عليه الأستاذة، وإن كانت على مدة عقد من الزمن كنا في قناة القرآن نسير نحو منحى إذاعة القرآن الكريم، لكن نحاول دائما لأن متطلبات المجتمع تغيرت مثلما دخلت شبكة التواصل الاجتماعي، يجب أن نرقى بالمجتمع وتتغير مفاهيمنا، يجب أن نرقى المجتمع ونرسخ في عقله مصطلحات أخرى مغايرة، لأن هذا الصدقة هي الابتسامة، نتكلم عن الابتسامة مثل ابتسامتك أخي عماد، لأنه هذه الصدقة لماذا لا تكون صدقة جارية؟ جارية صح صح صح. حتى إذا مات حمزة أنت كذلك مذيع، وأنا عارف المذيع يعني يسترسل في الحديث وما نحبوش نوقفوه، لكن معليش زميلي تفهموا ونفهمك. نروح مباشرة لعماد الدين. عماد الدين، الآن احنا نشوفه الآن، احنا في التلفزيون الجزائري لن نروج لصورة المحتاج الذي يبكي، دائما نحاول أن نروج لصورة المحتاج الذي بكرامته. احنا نشوف الآن صور تتناقل يعني من خلال التواصل الاجتماعي ولا من خلال بعض القنوات أنه المحتاج دائما لازم يبكي، يعني الصورة صورة ما تخليش بكرامته، يعني حفظ كرامة هذا المحتاج من خلال وسيلة إعلام. أنت كيفاش تشوف، كيفاش تقارن يعني دور وسائل الإعلام في حفظ كرامة المحتاج عندما يتقدم لطلب الحاجة؟ أخي عماد، الكثير من المرات المحتاج الحقيقي لا يظهر في التلفزيون، يتخبى، وحتى ولو تقول له أنا نعرف الناس اللي يقدروا يوروك في الصورة يعني في التلفزيون ولا في القناة، لكن يقول لك أنا لا باش نظهر ما نظهرش، لكن ممكن يحتاج أكثر الإذاعة، يميلوا للإذاعة لأنه غير مرئية، حتى ولو أنه نضع يعني نغطي الوجوه تاع صح، لكن المحتاج يظهر ما غير بكاء. صح، فهمتني. كلمه الأستاذة مقبلات على الملف اللي ما يوصلش ل 90% ولا 100%، لكن يبقى ملف ويبقى احتياج وتبقى حقيقة، هذا واقعنا يعني. صح. واقع يعني. صح. 150 مليون منين يجيبها الشخص هذا؟ صح. مستحيل يجيبها، مستحيل، كي يخدم مدى الحياة ما يقدرش يجيبها. صح. وهذا الأمر يخلي يعني يخلي الناس ما تظهرش، تتكل، نروح الاتكال على ناس أخرين باش يبحثوا لهم، وتلجأ إلى الجمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات الخيرية. صح. الداعمة لهؤلاء الأشخاص، لكن الجمعيات الخيرية ما تقدرش يعني دائما توفر ما يحتاجه، يعني أكيد ماشي بالمستوى اللي تقدر تقوم به المؤسسة، لأنه إمكانياتها قليلة وضعيفة. صح. وهناك أماكن فيها محسنين كبار. صح. اللي يقدروا يدعموا أكثر، حتى في مناسبات، حتى هؤلاء الأيتام، هؤلاء كذا، كاين جمعيات، كاين محسنين ما يظهروش، يتصلوا هاتفيا يقول لك روح دي امانتك، ما كاش ما يظهرش، حتى الاشخاص ما يعرفوش، يجي يدي هذاك، مش عارف انا، هذاك في العيد الاضحى يدير اضحيه هذيك للناس، يعني هما ما يعرفوا شكون اللي عطاهم، باش تعرف باللي يعني. صح. لكن تبقى وسائل الاعلام دائما هي همزه توصل بين كل محسن ومحتاج للمساعده. مباشره نروحوا لاخر ريبورتاج معنا اللي قامت به زميلتنا امل فضيل، تنقلت الى اذاعه القران الكريم من خلال برنامج خدمات خيريه اللي دائما نسمعوه من خلال صوت زهره بوعزان. شوفوا الريبورتاج ونعاودوا له، وبقوا معنا. للإعلام دور مهم في تحفيز وتفعيل العمل التطوعي. إذاعة القرآن الكريم وعبر برامجها الخيرية تعد همزة وصل بين المحسن والمحتاج، بتلبية نداءات المحتاجين عبر أثيرها، ودفع المحسنين للاستجابة بسخاء للتخفيف من معاناتهم. إذاعة القرآن الكريم منذ إنشائها في سنة 1991 تعمل على تنمية وتفعيل العمل الخيري من خلال عدة برامج، وبرمجة حصص تدعو إلى العمل الخيري في شبكتها البرامجية، في كل شبكات البرامجية الموسمية أو الصيفية أو الرمضانية. نسبة عالية جدا من المحسنين، يعني ناس تتبرع بأموال كبيرة
يعني الانسان نبقى يعني احنا هنا في الاداره وكذلك مع زهره بوعزه يعني نبقاو في دهشه، هل مازال ناس محسنين لهذه الدرجه؟ احصائيات مثلا بالنسبه لسنه 2018 بالتقريب قاربت 7 ملايير سنتيم، هذه يعني الحالات التي مرت علينا معنا مباشره في الاذاعه، يضاف اليها ما كان يضاف اليها يعني مداخل التي كانت تدخل مباشره الى الجمعيات الخيريه، لانه في الحصه من حين لاخر تمر علينا بعض معنا بعض الجمعيات التي تعرض يعني حالاتها الخاصه بها. تساهم هذه البرامج الخيرية في دعم نشاطات الجمعيات والمساهمة في تحقيق أهدافها الإنسانية. بسبب مشاركتنا في هذه الحصة وإذا كنت أقول الكريم خدمات خيرية يعني كاين أشياء كثيرة، لأنه كان الناس اللي كانوا ما يعرفوش هذا المرض هذا كانوا ما يعرفوش إذا الجمعية كانوا ما يعرفوش، ولكن فض الاتصال مع إذاعة القرآن الكريم ولها سمعة يعني قوية الحمد لله، يعني كان لها الفضل اللي باش وصلنا هذا النداء على مستوى الوطن وحتى على مستوى الخارج. أسهم الإعلام وبشكل أساسي البرامج الخيرية التفاعلية المتنوعة في تفعيل وتعزيز العمل الخيري في المجتمع عن طريق نشر ثقافة العطاء والإحسان التي أثمرت وبزيادة في تماسك المجتمع. ان شاء الله لا يجاوبكم كامل لكم ان شاء الله في الطريق في كل مكان وين عيطوا لي في كل مكان، يعني بارك الله بكم المجهود اللي راكم تبذلوا فيه الحمد لله. إذا كان هذا الروبورتاج من إنجاز زميلتنا أمل فضيل، وكما شفنا العمل تاع زميلتنا زهرة الآن، هل تشعرين بالتعب يعني كعمل للتدقيق في الملفات للحرص على مصداقية البرنامج، ولا لما تشوفي محتاج تحصل على مساعدة نتاعو ترتاحي وتقولي غدوة نجي وندير نفس الشيء وربما أكثر باختصار؟ مهم ما تقول، يعني أظن أنه كل زملائي شاركوني فعلا عمل في هذا المجال متعب ولكنه ممتع، فكما يعني كما تفضلت متعب لأن لابد من التدقيق، وأيضا التعامل مع الفقير شيء كاد الفقر أن يكون كفرة. صح صح. إذا كان ما وضعتش نفسي في مكان هذا الفقير ربما أجن. صح. لكن صح. لكن لابد من الصبر والتحمل ومحاولة دائما وضع أنفسنا في مكان هذا، أقول دائما يعني وزملائي يشهدوا لي بقول لهم يا حليل أنا أتساءل لو كنت مثله ماذا كنت سأفعل، ولهذا يعني لابد الإنسان أن يتحمل، لكن صدقني عمل ممتع. أكيد. ولست وحدي يعني الحمد لله، معي مخرج كما قال زميلة سامية كما زميلة ياسين، بدءا من معي مخرج الأخ سفيان، هذا من الجانب التقني يبدأوا من اللي يستقبل الناس في الريسبسيون. نعم. في مدخل الإذاعة إلى كل واحد لله يعني الكل. صح. مجند. صح. الجزائري فيه الخير. صح. يا إخواني الجزائر خير بطبعه، صدقوني أنا لا أجد يعني يعني مشاكل أو أي شيء في عملي. أكيد. ابتداء أشكرهم جميعا يعني تحية كبيرة لكل زملائي كما تفضلت، يعني بدءا من الذين يعملون في يعني في الاستقبال إلى السيد المدير، يعني كلهم يساعدون يحبون أن ينجح هذا البرنامج، يشعرون بهذه المتعة ونعيش كلنا أظن بدعاء هؤلاء الذين نساعدهم. نطلبوا منك فقط لما تكوني في البرنامج أنك تفكرينا وتدعي لنا احنا كثير بالخير إن شاء الله، تقولي للمستمعين يدعوا لنا إن شاء الله. بارك الله فيك زهرة وعزام، مقدم وعدة ومقدمة برنامج خدمات خيرية من إذاعة الجزائرية إذاعة القرآن الكريم. شكرك على المجهود نتاعك دائما اللي تقوم به، وربي يوفقك إن شاء الله ونتلاقوا بك دائما ونسمع على البرنامج كل خير ونجاح إن شاء الله. حمزة واش تقولنا في الأخير، واش تختم لنا يعني بالنسبة للفعل الخيري من خلال الإعلام؟ في الفعل الخيري أو دور الإعلام، نتكلموا على دور الإعلام، أولا يجب أن نتجاوز فكرة أنه إذا أبديت الصدقة فأنت في مسألة الرياء،
لا يجب أن نراها من مجال تحفيز المحسنين من درجة أخرى، لأنه كثير من المحسنين لا يحبذون المرور عبر وسائل الإعلام، لأنه يقولوا أنه إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها فهي خير. لا، يجب أن نبدي هذه العمل التطوعي، هذا العمل الخيري يجب أن يظهر عبر وسائل الإعلام حتى تكون أولا مصداقية، من ناحية ثانية حتى يكون فيه ترويج أكثر وحتى نكسب أكثر عدد ممكن من الأصوات، لأنه الصورة عندما تقع في قلب المحسن أكيد سيكون معطاء أكثر أكيد. ومن ناحية أخرى يجب أن نساعد المحتاج حتى يكون هو محسنا فعالا في حتى يكون صحيح. هو منتج، لأن ما يبقاش في دائرة الفقر، حتى لأنه في, 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 في آخر المطاف يجب أن يصبح ذاك المحتاج معطاء، يخرج من دائرة الفقر. هل أنت راضي على ما تقدمه؟ يعني بنسبة حال يعني راك راضي لما تقوم بهذا العمل اللي عنده علاقة بالتضامن من خلال شاشة التلفزيون، يعني شاشة التلفزيون قناة القرآن التلفزيون؟ أكيد إذا قلت أنا راضي، وأنت لو سألتك في هذا المكان في نفس السؤال تقول لست راضي، لأنه هذا الإعلام دائما متجدد، وهذا الإعلام يجب دائما أن نكرر المعلومة وإن كانت بنمط مختلف حتى نستقطب أكثر، لأنه مثل ما قلت في البداية هناك أموال كثيرة تذهب يمنة ويسرى، يجب علينا أن نتكاثف أكثر أن تكون وسائل الإعلام، لأنه في نفس هذا الوقت هناك برنامج اليد العليا خير في نفس وقت الجزائر الخير، يجب أن تكون مثل هذا التكامل أكيد. أن نروج لبعضنا حتى لماذا؟ لأن نحصي أكثر عدد من المحتاجين، لأنه يجب أن تقل نسبة الفقر في الجزائر. لا نقول كل مرة نتكلم عن قفة رمضان زدنا عدد قفة رمضان، هذا عيب لكل بالعكس نحس أنه لازم تنقص، يعني مدام قلنا زدنا قفة رمضان مدام ما درنا والو كما قلنا ما درنا والو صح. وفكرة يعني نقطة أثرتها سيدة زهرة وما تكلمناش عليها في البرنامج، هي العمل المتكامل بين الإذاعة والتلفزيون اللي كان منذ زمن بعيد، يعني منذ وقت ماضي، يعني الإذاعة والتلفزيون كانوا يعملون دائما على قدم وساق باتجاه واحد في هذا المجال، مجال التضامن. بما انه عماد الدين بسكري شاب، شي معناتها احنا شيوخه معليش، هو الشاب وصغر فينا نظر لي شيء اصغرنا زين يعني مادام انت اصغرنا يعني الله يبارك، وفي مجال الاعلام والان مع التطور الان خرج واحد الشعار يقولوه بزاف خاصة اللي يتعاملوا مع العمل الخيري عن طريق التواصل الاجتماعي، بكري يقول لك دير الخير وانساه، دوكا دير الخير وتصور معاه، يعني فعل الصورة، يعني الصورة أصبحت أكثر تأثير من إخفاء العمل، يعني وش رأيك باختصار لأنه ما بقناش وقت؟ أخي عماد، الصورة أبلغ من كل شيء، لكن الصورة في مكانها أكيد. أصبح الآن موقع التواصل الاجتماعي صح يدير الخير ويصور معه، وهي ماهوش خطأ لكن الطريقه خاطئه بتحفظ. اكيد بتحفظ بعشوائيه اكيد، لانه هذا محتاج، هذا عنده كرامه، هذا عنده وجه راح يظهر. يعني من العيب انه نقوم بهذه الاشياء، يعني نعمل هذا الشيء لكن بتحفظ، ونخلي الناس اللي متخصصه في المجال هي اللي توصل الرساله، لانه دارسه الرساله وكل مكنوناتها وعارفه واش كاين، يعني كي تبعث هذه الرساله واش معناتها، كي تبعث هذه الوجه فهمتني صحيت. وما لاحظنا يعني داخل المجتمع انه فيه الخير أكيد. الناس الحمد لله اللي يعني تشتغل معهم يعني تحتك معهم داخل المجتمع، نحتك معهم احنا كمجتمع مدني وكشاف اسلامي الجزائريه، والله مرات ما نتوقعوش انه نلقاو هذاك الخير اللي كنا يعني الحمد لله. اللي كان متوقع ما توقعناش الحمد لله. يعطيك الصحه عماد الدين بسكري، مسؤول وطني للاعلام بالكشافه الاسلاميه الجزائريه، بارك الله فيك كنت معنا. كما قال عماد الدين دائما الصوره لازم تكون في محلها دائما بحفظ كرامه المحتاج، ونشر هذه الصوره يكون في باب الترويج للعمل الخيري وليس للتشهير بالناس. حمزة سعيد نذير إعلامي زميلنا من قناة القرآن بتلفزيون الجزائري قناة القرآن، معد ومقدم برنامج ضحى القناة ومساهم في العمل التضامني الخيري من خلال قناة الخير قناة القرآن للتلفزيون الجزائري، زهرة أبو عزام مقدمة ومعدة برنامج خدمات خيرية بإذاعة الوطنية قناة الإذاعات إذاعة القرآن، بارك الله فيك اللي كنت معنا، بارك الله فيكم اللي كنتوا معنا. للأسف يوسف خليف غاب علينا، نتمنى إن شاء الله يكون دائما بخير. إذا هذا هو موضوعنا اليوم، وسائل الإعلام ودورها في الترويج وتثمين العمل التطوعي في
الجزائر كما شفتوا عمل جاد جدا، ونزيد نأكدوا أن التلفزيون والإذاعة دائما في هذا العمل أكثر من أي وقت مضى. كان هذا هو برنامج جزائر الخير، كان في الإشراف جميل عربيد، وفي تقديم وفي إخراج البرنامج سامية بن عبد الرحمن، ساعد في الإخراج مهدي خضير، قدمه لكم من استوديو رقم واحد. تحية لكل زملائنا التقنيين هنا وفي قسم المراقبة عماد سعدون. إلى اللقاء في عدد جاي من جزائر الخير. طوال خير.